توعيته ضد سرطان الثدي هو الموضوع الذي اختارته الطبيبة المصرية واليوتيوبرز إيمان الإمام في مشاركتها بالطبعة الثانية من مسابقة أسبوع يوتيوب المرأة العربية، مأهلها لتفتك المرتبة الأولى بجدارة أمام 12 مشاركة متأهلة منهن 5 جزائريات. إيمان الإمام صاحبة قناة الاستبالية على اليوتيوب التي تعالج مواضيع طبية عديدة بلمسة شبابية مبسطة، عالجت موضوع سرطان الثدي بالتفصيل، استهلت بالأسباب، مرت إلى الأعراض، ثم ختمت بأهم النصائح العملية لتفادي الإصابة بسرطان الثدي. تجدر الإشارة إلى أن الطبعة الثانية من مسابقة أسبوع يوتيوب المرأة العربية يشرف عليها موقع بودكاست أرابيا، أول موقع عربي يهتم بتطوير المحتوى العربي. مصطفى زيتين رصد لنا هذا التصريح للفائزة إيمان الإمام. إحنا كسبنا المركز الأول في مسابقة بودكاست أرابيا اللي كان بينظمها موقع بودكاست أرابيا الجزائري، واللي كان مشارك فيها يوتيوبرز من كل المنطقة العربية. الاسبيتاليا شاركت بفيديو عن سرطان الثدي. المرحلة الأولى كانت بلجنة التحكيم والمرحلة الثانية كانت بالتصويت، فأنتم كنتوا سبب أن احنا نكسب ونعدي المرحلة الثانية وناخد المركز الأول، فشكرا جدا جدا لدعمكم.